السلام عليكم، يعطيكم العافية. طلبة مقرر 335 بحث واسترجاع المعلومات. طبعا المحاضرة هذه تقدم عبر اليوتيوب برعاية قناة معلوماتك، ونشكرهم على هذه الرعاية، وعلى رأسهم المهندس علي حسين دشتي. وأثناء فترة التوقف لمكافحة فيروس الكورونا راح تعرض المحاضرات عبر هذه القناة لهذا المقرر، فدائما تيون إلى البلاي ليست وتستعرضون المحاضرات الموجودة. فبالنسبة حق اليوم راح نبدأ مع شبكة الانترنت. مثل ما وضحنا في السابق ان راح نبدأ ناخذ فكرة عامة عن شبكة الانترنت، بعدها نتكلم عن الويب، وبعد ذلك نبدأ في محركات البحث وجميع الأمور البحثية الموجودة في الانترنت لخدمة البحث العلمي وأعمالنا اليومية كطلبة جامعة. فالسؤال نبدأ فيه، ما هي شبكة الانترنت؟ هي سلسلة متصلة من شبكات الحاسبات حول العالم تقوم بنقل البيانات من خلال تقنية نقل حزم تسمى packet switching، بحيث أنه المعلومات مثلا دز إيميل، الإيميل هذا ما يروح كوحدة واحدة، لا، يتم تقسيمه إلى حزم صغيرة ممكن تصل إلى عشرات الآلاف أو حتى الملايين من الحزم، ويتم إرسالها عبر الطرقات الموجودة في الانترنت واستقبالها وإعادة تركيبها حتى تظهر بشكل إيميل متكامل في الطرف المستقبل. النقل يتم طبعا عن طريق بروتوكول الانترنت، الانترنت بروتوكول، ممكن راح نتكلم عنه في محاضرات مقبلة إن شاء الله. أيضا تسمى بشبكة الشبكات، وتتشكل ملايين الشبكات الصغيرة، يعني أيضا حتى شبكتنا في المنزل الواي فاي يعتبر جزء من شبكة الانترنت في حال اتصالنا بمزود خدمة مثل كواليتي نت، فاست تلكو، جميع الشركات المتوفرة. نستعرض الآن بعض التعريفات الأخرى لشبكة الانترنت. الانترنت في كل مكان لأنها مجموعة من الحاسبات موجودة في جميع أنحاء العالم متصلة بعضها البعض عن طريق ملقمات أو سيرفرز. الانترنت أيضا عبارة عن شبكة رقمية تربط بين عدد كبير من الحاسبات والمنازل والشركات والوزارات لتسهيل انتقال المعلومات بشكل الحزم اللي ذكرناه. فبالتالي الفرق الرئيسي بين الانترنت والويب هو ان الانترنت تعتبر البنية التحتية، هي عبارة عن الشبكات والأسلاك والأمور التي تساعد في نقل هذه الحزم. أما الويب فهو الجانب المعلوماتي الذي نستعرض من خلاله المعلومات. استخدم مصطلح الانترنت لأول مرة في عام 1974 في ورقة علمية في أحد المؤتمرات تتطرق إلى بروتوكولات الشبكة الجديدة. ومن مصطلح الانترنت عبارة عن مصطلح انترنت وركينج، أو التشابك البيني أو التداخل البيني. فالفكرة أن هناك عدة شبكات تتداخل فيما بينها فيما بعضها البعض لنقل الباكتس اللي ذكرناها قبل قليل. طورت المفاهيم الأساسية التي أدت إلى تأسيس شبكة الإنترنت من قبل ثلاثة أشخاص ومؤتمر دارتموث، نستعرض كل واحد فيهم بشكل سريع: فانيفر بوش ونوربرت فينر. ومؤتمر دارتموث للذكاء الاصطناعي في عام 1956 مهم جدا، وأيضا مارشال ماكلوهان. نشوف فانيفر بوش، طبعا هذه صورته في يسار الشاشة في الأعلى، يعتبر مؤسس الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع العسكري في الولايات المتحدة، وهي الشراكة التي أدت إلى ظهور شبكة أربانت تابعة لوكالة أربا Advanced Research Projects Agency، وكالة المشاريع البحثية المتطورة. فضمن هذه الوكالة كان هناك أشخاص يعملون وتمكنوا من ربط أول شبكتين بعضهم البعض، ونتكلم عنه في وقت لاحق. مقالة شهيرة لفانيفر بوش في عام 1945 As We May Think، استعرض خلالها فكرة استخدام الحاسوب للبحث عن المعلومات. في أول مرة شخص أو عالم يتحدث عن الحاسوب الذي كان ينظر إليه فقط للعمليات الرياضيات والحسابية للبحث عن المعلومات. ألهمت هذه المقالة عدة أشخاص، منهم مارشال ماكلوهان
لتطوير الانترنت. وصف بوش نظام آلي للمكتبات أطلق عليه اسم ميمكس، بحيث يتم استرجاع المعلومات الببليوغرافية لكل كتاب آليا عن طريق الحاسب الآلي. فهذه كانت بدايات ظهور المعلومات عبر شبكة الانترنت. بعد ذلك نوربرت وينر طور السبرانية أو علم الضبط. علم الضبط مهم جدا للتحكم في انتقال البيانات والباكتس اللي ذكرناها، الحزم، من مكان إلى مكان آخر. أيضا وينر ألهم جيل كامل من العلماء للتفكير في تقنيات الحاسبات كوسيلة زيادة القدرات الإنسانية. استخدام الحاسوب لزيادة القدرات الإنسانية، حتى شنو؟ نقدر ننشر معلوماتنا بشكل أكبر، نقدر نوصل هذه المعلومات إلى مساحات بعيدة دون حدود جغرافية. بعدها نصل إلى مؤتمر دارتموث للذكاء الاصطناعي في عام 1956، وكان المؤتمر بمثابة ولادة حقل الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، نسمع عنه اليوم يختصرونه بAI. فبدايته كانت في سنة 56. بيّن العلماء قدرة التقنيات على إفادة البشر بشكل كبير في هذا المؤتمر. بعض الأوراق العلمية بيّنت كيفية استخدام التقنيات الموجودة آنذاك لخدمة البشرية. فمن أوائل التقنيات التي ظهرت كان الإيميل، الإيميل البريد الإلكتروني. ساهم هذا المؤتمر في وضع رؤية للحقل أثرت لاحقا على البحث والتطوير في الهندسة والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي وعلم النفس وغيرها من المجالات. ونشوف اليوم في 2020 أن معظم المجالات أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث أن الحاسب الآلي يستطيع اتخاذ بعض القرارات التي تعتبر بسيطة نوعا ما، ليست بقرارات مصيرية، لكن مستقبلا يتم تطوير هذا الذكاء الاصطناعي أيضا لاتخاذ قرارات جيدة حول الصحة، صحة الإنسان، يخزن جميع المعلومات وبعدها يسترجعها ويشوف الأدوية المناسبة مثلا أو طريقة علاج مناسبة. فاستخدام الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل. أما مارشال ماكلوهن فهو جعل فكرة القرية الكونية المترابطة بواسطة نظام عصبي. لأول مرة نذكر كلمة نظام عصبي، بما أن الإنترنت متشابكة بشكل يشابه النظام العصبي، أصبحت جزء من الثقافة الشعبية. غير طريقة النظر إلى وسائل الإعلام والتقنيات والاتصالات، أصبحت وسائل لنشر المعلومات. النظام العصبي وهو الإعلام كان يقوم بدمج العالم بشكل سريع، و هذا اللي نشوفه اليوم في 2020، انه فعلا العالم اصبح قرية كونية مترابطة، والترابط ممكن نعبر عنه بصورة النظام العصبي للانسان، ويمكن نشر المعلومات بشكل سريع مثل ما نفعل الان بنشر المحاضرة هذه عن طريق اليوتيوب او اي من وسائل التواصل الاجتماعي. مقولة شهيرة لمارشال ماكلوهن: الوسيلة هي الرسالة. بمعنى جودة الوسيلة لديها تأثير بقدر المعلومات التي تنقلها. في السابق أهم شيء كان نقل المعلومة بغض النظر عن الوسيلة، سواء كانت ورق البردي أو الجلود أو أي نوع من أنواع وسائل النقل. لكن مارشال ماكلوهن يقول جودة الوسيلة لديها تأثير بقدر المعلومات التي تنقلها. فبالتالي اليوم نشوف انه في بعضنا يفضل سناب شات، بعضنا يفضل تويتر، بعضنا يحب يوتيوب. ليش؟ هني جودة الوسيلة. كلما الوسيلة كانت افضل وتعطينا تحكم اكثر وكنترول اكبر، ايضا المعلومات اللي نسترجعها راح تكون لها قيمة واهمية اكثر بالنسبة لنا. هذا المقصد من الوسيلة هي الرسالة. نظرة مختصرة لتاريخ الانترنت: مثل ما ذكرت كانت البداية لدى إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة Advanced Research Projects Agency واختصارها ARPA في فبراير من عام 1958. طبعا في
في ذاك الوقت كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والطرفين يحاولون يعني يأخذون الأفضلية في المجال العالمي، سواء عن طريق التكنولوجيا أو الأسلحة أو التعليم أو شتى الطرق. فالولايات المتحدة كانت تسعى إلى استعادة التقدم التقني بعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي مركبة الفضاء سبوتنيك في أكتوبر من عام 1957 وأدهش الأمريكيين. أمريكا كانت تعتقد أن هي الأفضل في التكنولوجيا وفي الأسلحة وفي شتى المجالات. لكن في عام 57 شنو صار؟ روسيا أرسلت مسبار الفضاء سبوتنيك، لف حول القمر، خذ كم صورة ورجع. انشروا الصور هذه، أمريكا صدمت من التقدم هذا. فالرئيس الأمريكي آنذاك أمر بإنشاء أربا في عام 1958، ومن مهامها الرئيسية كان استعادة التقدم التكنولوجي العسكري. ما كان له علاقة بالإنترنت، ولكن أحد الموظفين كان يعمل على فكرة ربط شبكة متباعدة، بحيث أنه إذا صارت حرب نووية الشبكة هذه تستمر بالعمل. الموظف هذا طبعا فينت سيرف كان يعمل بدون مقابل، وراح حق مديره وطلب منه مساعدة مالية، فالمدير وافق وعطوه تقريبا ما يعادل 3000 دينار، والشرط كان أنه لا يعمل على هذا المشروع إلا في وقت الخاص، وهذا اللي صار. وبعد ذلك في عام 1969 نجح لأول مرة في ربط شبكتين في ولاية كاليفورنيا لموقعين مختلفين لإحدى الجامعات، وتم بث أول رسالة وهي كلمة هلو، طبعا حرف الاتش وحرف الاي انتقلوا، وبعد ذلك السيستم علق. بس إنه نجحت التجربة، يعني تم نقل المعلومات عبر الفضاء وتشكيل أول شبكة، وسميت شنو؟ أربانت، الشبكة التابعة لأربا. واستخدمت الشبكة تقنية نقل الحزم لأول مرة بدلا من نقل الدوائر. نقل الدوائر كانت بطيئة وتخسر وايد معلومات فيها، لكن نقل الحزم دقيقة أكثر وأسهل الاستخدام. نتكلم عن أربانت، أول شبكة واسعة تعتمد على تقنية نقل الحزم، وقد تطورت لتصبح شبكة الإنترنت التي نعرفها اليوم. الأساس هي أربانت. بحلول عام 1977، بعد 8 سنوات، كان هناك 111 حاسوب مرتبط بشبكة أربانت في 111 كمبيوتر. إذا أي واحد يأخذهم كلهم يكسرهم، خلاص يقضي على شبكة الإنترنت، لأن عدد محدود بسيط. لكن اليوم هناك ملايين من الحاسبات حول العالم، فبالتالي يصعب تدمير هذه الشبكة. أقوى فيروس تعرضت له شبكة الإنترنت كان اسمه فيروس I love you، ودمر تقريبا 10% من الحاسبات آنذاك في التسعينيات. الآن طبعا أعداد الحاسبات والأجهزة المرتبطة بالإنترنت أكبر بكثير. بحلول عام 1985 توسعت أربانت لتصل إلى شبكات خارجية لأول مرة. طبعا احنا قلنا التأسيس كان متى؟ في 1969، معناته الآن بعد 16 سنة الشبكة هذه بدأت تنتقل إلى خارج الولايات المتحدة، إلى أمريكا الشمالية وهي كندا، وأوروبا الولايات المملكة المتحدة بريطانيا وأستراليا. تم وقف العمل بالشبكة في عام 1990. ماذا يعني ذلك؟ معناته أربا وكالة المشاريع البحثية استغنت عن الشبكة للصالح العام، وبدأت الشركات تؤسس شبكاتها الخاصة وتضع البنية التحتية الخاصة بها، وأصبح متاح لعامة الناس. هنا طبعا صورة نشوف فيها في منتصف الصورة بالجانب الأعلى أربانت الرئيسية، نشوف كيف توسعت، راحت إلى أستراليا على اليمين. هني نشوف شركة IBM، شركة IBM أصبحت متصلة. هني في تحت أسفل الشاشة على اليمين بدأت ترتبط في سيول في كوريا، أسفل الشاشة على اليسار أشوف كندا،
نشوف ايضا على اليسار ستوكهولم السويد النمسا، بدأت الدول تشتبك مع الانترنت. طبعا نشوف تاريخ 18 يونيو 1985، فبدأت الامور تتشابك بشكل اكبر. وهذا الرسم طبعا لاحد مؤسسين شبكة الانترنت، رسم بشكل تصور عام حول وضع الشبكة آنذاك في 1985. بعد نجاح أربانت اللي تكلمنا عنها قبل شوي، قامت المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا في عام 1978 بإنشاء أول شبكة لها، سميت بخدمة نقل الحزم الدولية. الآن بدأ التفكير يصبح دولي مو محلي. في الولايات المتحدة كانت تجربة صغيرة، بدأت تتطور، صار 111 حاسوب بالسبعينيات، يعني الأمور كانت بطيئة. لكن بريطانيا شافت أنه هذه الشبكة جيدة، تسمح بنقل البيانات بشكل سريع وسلس بين الدول، فأنشأت أول شبكة لنقل الحزم الدولية. فصار التفكير الآن جماعي، نرد حق القرية الكونية والجهاز العصبي اللي ذكرناه قبل شوي. أخذت شبكة نقل الحزم في النمو لتشمل كندا وهونغ كونغ وأستراليا بحلول عام 1981. لم تتوفر الشبكة العامة إلا بحلول عام 1989 عندما وافق مجلس الشبكات الفيدرالي الأمريكي على ربط الشبكة الجديدة بنظام بريدي تجاري. إحدى الشركات الخاصة طلبت من أربا منح حق إنشاء إيميل تجاري، بحيث أن تأخذ شوية فلوس من الناس تعطيها خدمة الإيميل. فالأربا قال يبا خلاص اخذوا الشبكة حقكم واستخدموها مثل ما تبون. وبالفعل ربطت هذه الشبكة بالقطاع الخاص في أمريكا، وبدت الخدمات حق عامة الناس في 1989. وبالنسبة لنا بالكويت طبعا بنفس التوقيت في 1990-91 بدأت شبكة الانترنت بشكلها الأساسي، بنية تحتية بسيطة وخدمات مثل التلنت والجوفر والIRC، يعني جميع الخدمات البدائية موجودة كانت. ومن ضمنها الIRC الذي كان يعمل في الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990، ظل يعمل لمدة أسبوع كامل، بحيث بعض الأشخاص قاموا يعطون معلومات عن داخل الكويت ماذا يحدث، تحركات الجيش إلى الخارج، إلى أن تم قطع الخدمة بعد أسبوع. والمحادثات موجودة، تقدرون تدشون على جوجل تبحثون IRC chat Kuwait invasion أو invasion of Kuwait، وراح تشوفون المحادثات كلها موجودة. حتى حالة الطقس كانت تنقل عبر IRC إلى القوات الصديقة خارج الكويت. طبعا مثل ما نشوف بالتطور، لم تحظى الشبكة بشعبية كبيرة إلا بحلول التسعينيات عند ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية وهي الويب، التي كان قد اخترعها العالم الإنجليزي تيم برنرز لي عام 1989. الويب عبارة عن الجانب المرئي للإنترنت. احنا ذكرنا الإنترنت عبارة عن شنو؟ الأسلاك، الشبكات، الأجهزة، الجانب المادي الذي ينقل المعلومات أو البيانات. لكن الويب عبارة عن الجانب المرئي وهي المعلومات التي نتفاعل معها بشكل يومي. هذا الفرق الرئيسي بين الإنترنت وبين الويب، لكن احنا نستخدمهم بشكل متساوي، لكن لازم نفرق بينهم. الإنترنت هي البنية التحتية، الأسلاك، الوايرات، الشبكات، الأجهزة، بينما الويب هي المعلومات التي نستخدمها بشكل يومي. تيم برنرز-لي أيضا اخترع أول متصفح. اليوم وايد منا نستخدم موزيلا أو الإكسبلورر أو كروم تابع لجوجل، لكن أول متصفح كان اسمه World Wide Web وصدر في 1991. طبعا متصفح World Wide Web لا يقارن متصفحات اليوم، ما كان متاح لعامة الناس أول شيء، وصدر في 91 وتم وقف العمل فيه في 94. كانت مجرد شاشة ونصوص، ما في ألوان، ما في أنيميشنز، ما في حركة، مجرد يعني شاشة عادية عليها بعض النصوص. بعد ذلك ظهر متصفح فيولا World Wide Web أو WWW الذي طوره طالب في جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 92. هني بدأت الأمور تتحسن بالنسبة لاستعراض الجانب المرئي. احنا قلنا الويب هو الجانب المرئي اللي نشوفه،
فالأمور بدأت شوية تتحسن مقارنة في البداية. وبعد ذلك ظهرت برامج تصفح مثل مايكروسوفت إكسبلورر، وقبله كان في متصفح نتسكيب جدا شهير، لكن إكسبلورر تمكن من أخذ جميع أغلب مستخدمين الويب كحصة سوقية، وانتقلت شركة نتسكيب بعد الإفلاس إلى شركة موزيلا فايرفوكس، سوى متصفح ثاني اللي تستخدمونه اليوم. المتصفحات هذه أدت إلى تزايد شعبية الشبكة العنكبوتية الويب لدى عامة الناس، بعد أن كان محصورا فقط على القطاعين الأكاديمي والتقني والبحثي والعسكري، لكن الآن أصبح في معلومات، صار في ألوان، صار في حركة بسيطة، صار في جيمز، صار في ألعاب، فبدت الأمور تتغير بالنسبة للويب، وأخذت شهرة أكبر وأكبر خصوصا في التسعينيات إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه اليوم. الآن نبي نستعرض بعض الإحصائيات، نبي نشوف حجم الإنترنت حسب الأرقام المتاحة عندنا، ونشوف تأثيرها على دولنا أيضا في الشرق الأوسط والعالم، نقارن بينهم. إحصائيات استخدام الإنترنت في العالم حديثة حتى منتصف 2019، نشوف أن من 100% السكان العالمي اللي يبلغ عددهم 7.7 مليار، شوفونها تحت شاشة World Total، نشوف أن من عدد سكان العالم 58% فقط يستخدمون الانترنت، معناته هناك عدد كبير لا يستخدم الانترنت. لكن بالنسبة للنمو العالمي بين 2000 و2019 النمو 1157%، فهذا شيء جيد، يعني مؤشر جيد. أكثر منطقة سجلت نمو هي أفريقيا خلال نفس الفترة من 2000 إلى 2019، نشوف في الخانة الأولى النمو 11.5%، بعدها طبعا 5000، الشرق الأوسط 5000% النمو خلال 20 سنة الماضية، فهذه أرقام مبشرة. وكنسبة من مستخدمين الإنترنت للسكان لكل قارة، نشوف أنه أعلى نسبة استخدام كقارة وين مسجلة في أمريكا الشمالية، 89.4% من السكان يستخدمون الانترنت، بعدها تأتي أوروبا 87.7% من السكان يستخدمون الانترنت، وبعد ذلك ننزل إلى 68 لأمريكا الجنوبية وأستراليا، والشرق الأوسط تقريبا 68 أيضا، والأسوأ نشوف أنه آسيا وأفريقيا، آسيا تقريبا نصف السكان، مو كلهم نص 54%، بينما أفريقيا الأسوأ 39.6%، يعني تقريبا 40% من السكان في أفريقيا يستخدمون الإنترنت، يعني من كل 10 4 فقط اللي يستخدمون الإنترنت. فبالنسبة حق الأرقام هذه تبين لنا مكامن الضعف، فدائما نشوفها في أفريقيا وفي آسيا، وهذا شيء طبيعي لأن أفريقيا وآسيا فيهم تقريبا 70% من سكان الأرض، 5.5 مليار تقريبا في آسيا وأفريقيا، فطبيعي أن تكون في مشاكل في نشر الإنترنت لجميع الأشخاص الموجودين. لكن الأرقام تبين أن خلال 10 سنوات المقبلة الإنترنت سيصبح متاح لكافة الأشخاص في الأرض، سواء في آسيا أو أفريقيا أو في أي مكان آخر. الصورة هذه الرسم البياني يبين عدد المستخدمين حسب المنطقة الجغرافية، فنشوف أنه آسيا أكبر عدد من المستخدمين 2.3 مليار أو 2300 مليون، نفس الشيء، فأكبر عدد موجود في آسيا، ولا ننسى أن آسيا فيها الهند وفيها الصين، ف عدد نسبة عالية من السكان. بعد آسيا تأتي أوروبا 727 مليون مستخدم، بعدها أفريقيا 500 مليون مستخدم، نشوف الشرق الأوسط 175 مليون مستخدم، يعتبر يعني رقم قليل بالنسبة للقارات والمناطق الأخرى المذكورة، وأستراليا أقل شيء 29 مليون، لكن نسبة سكانهم قليلة، فهذا
طبيعي. الآن كنسبة، قبل شوي شنو شفنا؟ كرقم، كإجمالي، كم عدد الأشخاص اللي يستخدمون الإنترنت في القارة آسيا الأولى؟ لكن الآن كنسبة من إجمالي السكان، ش كثر نسبتهم؟ أمريكا الشمالية الأول 89.4، بعد ذلك أوروبا 87، يعني تقريبا من كل 10 أشخاص 9 يستخدمون الإنترنت. أمريكا الجنوبية، أستراليا، الشرق الأوسط 68، يعني تقريبا من كل 10 أشخاص 7 يستخدمون الإنترنت، 3 لا يستخدمون. المعدل العالمي تقريبا 59%، فبالشرق الأوسط نعتبر أعلى من المعدل العالمي، وهذا شيء جيد أن تكون أعلى من المعدل العالمي. لكن في آسيا وأفريقيا نشوف أيضا النسبة في آسيا سيئة، 54%، يعني نص عدد السكان لا يستخدم الإنترنت أو غير متاح بالنسبة له، يمكن مناطق نائية، مناطق فقيرة، على حسب. وعندنا أفريقيا 39.46%، معناته من كل 10 في أفريقيا 4 فقط يستخدمون الإنترنت. فبالتالي دائما لما نتكلم عن الإنترنت والأمور هذه لا نعتقد أن الوضع نفسه في جميع أنحاء العالم، لا، يعني إذا رحنا إلى دولة في أفريقيا أو في آسيا ممكن ما نحصل على خدمة إنترنت حتى، لكن إذا رحنا أمريكا الشمالية نتوقع أنه بلى راح نحصل، نقدر بسرعة بالمطار نشتري شيب ونشغل الإنترنت. الآن ننظر إلى إحصائيات الشرق الأوسط. طبعا عدد سكان الشرق الأوسط حسب الإحصائيات هذه الصادرة عن اتحاد الاتصالات الدولي الـ ITU International Telecommunications Union يبين أن عدد سكان العالم 7.5 مليار، وفي الشرق الأوسط 258، خلينا نقول 260 مليون حاسبينهم في الشرق الأوسط، ما نسبته 3.3% من سكان العالم، يعني من كل سكان العالم 3% موجودين في الشرق الأوسط. عدد مستخدمي الإنترنت يبلغ 175 مليون ما نسبته 68% كمستخدمين. أما عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط مقارنة بالعالم يعتبر 3.9%. كم عدد الأشخاص اللي يستخدمون فيسبوك بالشرق الأوسط؟ 116 مليون فأيضا رقم كبير يعتبر. الآن نقارن نسبة وصول الإنترنت للسكان العالم 59%، الشرق الأوسط 68%، فتقريبا 10 درجات أفضل من العالم كاختراق، كوصول، كإتاحة للإنترنت للأشخاص. هنا عندنا إحصائيات الشرق الأوسط، إذا خذينا استخدام الإنترنت كعدد فقط وليس نسبة، اللي هي الخانة باللون الأحمر إنترنت يوسج، استخدام الإنترنت حتى 30 يونيو 2019، نجد أن العدد الأكبر موجود في إيران رقم واحد، وعدد المستخدمين 62 مليون، هذا كرقم وليس كنسبة، فقط كرقم. رقم اثنين المملكة العربية السعودية 31 مليون مستخدم، ورقم ثلاثة في العراق تقريبا 20 مليون مستخدم، هذا كعدد كأرقام أشخاص يستخدمون الإنترنت. بالنسبة لنا بالكويت عندنا 4 ملايين مستخدم، 4 ملايين وربع مستخدم، فرقم يعني جيد لا بأس فيه، لكن مقارنة بعدد السكان، لأن الكويت تقريبا 4.5 مليون، فعدد قليل اللي ما يستخدم الإنترنت. لكن كأرقام شوفنا إيران رقم واحد. إذا رحنا كنسبة، نسبة إجمالي السكان اللي يستخدمون الإنترنت، نشوف إن الرقم واحد أصبح منه الكويت، 99.6% يستخدمون الإنترنت، بمعنى إنه جميع الأشخاص اللي موجودين بالكويت يستخدمون الإنترنت. رقم اثنين منه البحرين، 98.6%، بعد ذلك الإمارات 98.5%، بعدها المملكة العربية السعودية 93.3%، وقطر أيضا مع الكويت متعادلين. اللي نستفيد منه هنا الدول ذات عدد سكان القليل
نسبة الاختراق عالية، هذا طبيعي لأنه سهل أنك تمد البنية التحتية للإنترنت وتوفر الخدمة بشكل سريع. فنجد أن الدول الأقل عدد سكان دائما تكون نسبة الاختراق فيها عالية. بالنسبة حق إيران قلنا رقم واحد في عدد الأشخاص 62 مليون شخص، لكن النسبة كم؟ 76%، يخليها في المركز التاسع. فهذا يبين أن اختراق الإنترنت غير جيد. يعني صحيح أنت كعدد أشخاص بالأول، لكن كنسبة أنت في المركز التاسع، فتحتاج أكثر بنية تحتية، خدمات إلى آخره. بينما للمملكة العربية السعودية نشوف بالمركز الثاني كعدد أشخاص 31.32 مليون، ونسبة الاختراق 93.3%، تضعها في المركز الرابع. المركز الرابع جيد لأن عدد السكان يعتبر نسبيا كبير، فإن تكون بالمركز الرابع معناته عندك البنية التحتية المناسبة. نرجع حق العراق في الخانة الثالثة كعدد أشخاص 20 مليون في المركز الثالث، كنسبة اختراق أقل من 50% في المركز 11. معناته من 19 مليون أو 20 مليون في 20 ثانيين ما يقدرون يستخدمون الإنترنت، غير متاح بالنسبة لهم. فهذه الطريقة اللي نستفيد منها عندما ننظر إلى مثل هذه الأرقام. في التوتل آخر خانة اللي باللون الأحمر توتل ميدل إيست، نجد أن عدد السكان تقريبا 260 مليون، عدد المستخدمين سنة 2000 3.25 مليون، بعد ذلك في 2019 بعد 20 سنة أصبح عدد المستخدمين 175 مليون ونسبة الاختراق في الشرق الأوسط الإجمالي 67%، يعني مقارب إلى 70%. من كل 10 في 3 أشخاص ما عندهم وصول للإنترنت، وعدد مستخدمين الفيسبوك تقريبا نص عدد الإجمالي لسكان الشرق الأوسط 116.5 مليون من 259 مليون. بهذا نستكمل محاضرة اليوم، وتابعوا البلاي ليست الموجودة بالنسبة للمقرر. كل مقرر راح يكون لوحده، مثلا بحث استرجاع المعلومات راح يكون له بلاي ليست وراح تتسمى محاضرة رقم 1 بالتاريخ، محاضرة رقم 2، محاضرة رقم 3 إلى آخره. فكل طالب حسب المقرر اللي تابع له يتابع المحاضرات ويحاول أنه يفهم بعض النقاط التي ذكرناها. شكرا ويعطيكم العافية. اشتركوا بالقناة وشاركوا مع من تحبون.